السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا باشمهندسين، ازيكم يا باشمهندسات، أهلا بيكم. معلش غايب عليكم بقالي فترة. النهاردة هنتكلم عن فيديو، آخر فيديو مؤخرا عملته، اللي هو الفيديو ازاي أشيك على أثبات مشروع مساحيا في أقل زمن ممكن، سواء من ناحية الألاينمنت سواء من ناحية البروفايل أو الليفل. الفيديو ده على قناتي، كان من الفيديو في الوقت مهمة جدا، ده آخر فيديو رفعته فيديوز، هتلاقي الفيديو اهو، اللي هو تشيك على اثبات فول تراك بروجكت الاينمنت اند بروفايل. الفيديو ده الهدف ان انا اجيب الفروقات في الالاينمنت والبروفايل ليفل في أسرع وقت ممكن بدون عمل الطريقة التحليلية. فكانت الطريقة دي سريعة جدا، بس لها ليميتيشن أنا ذكرتها في الديسكريبشن، وحابب في الفيديو ده أنوه للليميتيشن بتاعتها وإزاي نعالجها. فالليميتيشن بتاعت الميثود إن هي إن أنا مقدرش أعمل الريبورت على بوينت جروب معين، يعني هو بيعمل الريبورت على كل نقاط الاسبلت ملوش دعوة بالبوينت جروب. فالحل في النقطة دي ان انا للأسف هضطر ان انا اشغل كل نقاط لوحدها في رسمة، يعني اخلي كل بوينت جروب في رسمة لوحدها مستقلة عن بوينت جروب التاني واعملها اسبلت لوحده. فده اول ليميتيشن. فأول حاجة في الميثود دي إن هي بت أو أول ليميتيشن في الميثود دي إن هي بتطبق على كل النقط ما بتطبقش على البوينت جروب، فبالتالي إن هو عامل أسبلت على كل النقط. فأنا عشان المشكلة دي هعمل كل بوينت في رسمة مستقلة لوحده، وهحسب له اللي هو الديفرنس في الألاينمنت والبروفايل. تاني حاجة ودي اللي هنتكلم عليها بالتفصيل، ان لو الالاينمنت اللي انا حسب البروفايل بتاعها وقعت خارج حدود السيرفس بتاع الاسبلت طبعا مش هيوصلها. فمثال على الكلام ده، في النقطة ده يا باشمهندسين دي نقطة الأسبلت، ده نقطة الأسبلت وده الألاينمنت. هنلاقي يا باشمهندسين إن الألاينمنت هنا واقع على شمال النقطة، ولو جينا نبص على السيرفس هنلاقي حدود السيرفس الألاينمنت مش واقع فيها. يعني لما نيجي نبص على الملحوظة ان لو الالاينمنت مش واقع في حدود السيرفس بتاع الاسبلت بوينت يبقى مش هيحسبها، يبقى هو مش هيحسب لها الاسبلت. وبالتالي في الحالة دي الحل بكل سهولة ان انا اخلي الالاينمنت جوه حدود السيرفس، يبقى انا السيرفس ده احركه بحيث ان الالاينمنت تقع جواه. وبالتالي لما يتعامل بروفايل الالاينمنت دي يتعامل بروفايل الالاينمنت دي يبقى يتعامل بالسيرفس ده. فانا هي المشكلة، يعني ان انا الالاينمنت لو مش واقع جوه حدود السيرفس يبقى البروفايل مش هيتعمل بشكل دقيق. فاحنا الهدف ايه؟ ان السيرفس ده نعمل له سموث بحيث ان الالاينمنت على طول المسار يبقى واقع جوه السيرفس ده، وبالتالي نلاقي كل النقط محسوب لها الليفل ديفرنس. فهنا يا باشمهندسين هنعمل سموث السيرفس بحيث ان الالاينمنت تبقى واقعة جوه.
طب نعمل الخطوة دي ازاي؟ ان احنا هنعمل باوندري حوالين مجموعة النقط دي، مستطيل بوليلاين، ونقول له اعمل سموث سيرفس بحيث ان السيرفس ده يقع جوه الباوندري، يعني عشان نضمن بشكل كامل ان الالاينمنت جوه حدود السيرفس. فاحنا هنعمل بوليلاين يحوط السيرف الحتة اللي احنا عاوزين نحسب لها اسبلت، وكده هنقفل البول لاين. السيرفس بقى اللي احنا الهدف ان احنا عشان ما تحصلش المشكلة دي ان الالاينمنت الالاينمنت خارج حدود السيرفس، وبالتالي لما يتعمل بروفايل من الاسبلت سيرفس مش هيروحها، هنعمل سموث سيرفس. ده هنعلم على السيرفس ده، ونعمل ايه السيرفس، نعمل سموث سيرفس. الطريقة اللي هنشتغل عليها كليننج، وهنختار مجموعة النقط اللي هعمل لها، هعمل عليها سموث سيرفس كل النقط دي، او اختار 148 نقطة، او ممكن اقول له اختار كل النقط. وهنختار اللي هو البلو لاين اللي انا عاوز السيرفس اوسعه بحيث ان الالاينمنت تبقى جواه. وهنعمل حاجة اسمها جريد بيست، اللي هو يعملها جريد ميزانية شبكية. انا اعملها مثلا كل 50 متر اكس واي. وبعد كده اوكي. كده يا باشمهندسين وسع السيرفس بحيث ان الالاينمنت تقع جوه، يعني انا اللي هي الحتة اللي كان فيها المشكلة اللي كانت هنا، هنلاقي خلاص الالاينمنت واقع جوه السيرفس. ولما نجي نعمل اسبلت ريبورت، تبقى كل النقط اللي عندي دي هيعمل لها اللي هو الاليفيشن ديفرنس. يبقى احنا كده عالجنا ليميتيشن او اللي هي الحدود بتاعت طريقة ازاي احسب اسبلت في الفيديو اللي فاتت. وأتمنى إن الفيديو اللي فات أفادكم، وإن أنا في الفيديو ده أحاول أعالج اللي متشاف في الطريقة دي، وتقدر تعمل الأسبلت لأي مشروع بنية تحتية في أسرع وقت ممكن. شكرا، ونقابلكم في فيديوهات تانية، والسلام عليكم ورحمة الله.